جميل جميل. حركة بس مو قوية. هاي وين كانت يابا؟ عدنا حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد، فيديو انتم مشتاقين له صار هواي. طبعا السوق الليلي رجع لحياته، وجيت اصور لكم اللي هو يعتبروه بتايلاند السوق نور بانكوك. وشوفوا هو ما انفتح 100% لكن فتح جزئي، وان شاء الله راح تستمتعون. تحياتي، اتمنى لكم جوله ممتعه. نبدا هذا السوق الليلي اللي موجود برامنتا اخوان. شوفوا هذا هسه النص مفتوح، لاحظوا وياي هذا النص الثاني، الثلث الثاني باقي البي بارات مع بارات، لكن المطاعم والش اسمه المطاعم والدخول يعني ما دخول موجود مفتوح تقريبا. تحياتنا ونبدا. هاي الدخول مالته، دخول المشات. سوادي كاب نبدا اخوان. هاي الاسواق طبعا تايلنديين يحبوها، خاصة هاي الفترة من رجعت، مو مثل قبل كانت مغلقة الناس ما تجي، هسه لا الباركينج موجود والناس تجي ويعتبروها نور لهم صراحة. هذا والسوق القطار الليلي همين اكو معلومات على اساس مغلق للابد، لكن هسه رجعت المعلومات انه راح يفتح 1/10، ما متأكد يعني، معلومات مو دقيقة بس اخبار. ومثل ما تشوفون هذا مو الكل يعني مفتوح، قسم بقسم. شو بدأوا يفتحون؟ هلا اسألهم بالله شو وقت التعزيلة، لانه ما دا اشوف الكل مفتوح. شوف هاي النقشات اللي القعدات الجلسات اللي بالايام الاحتياديه، شوف شلون جلسات حلوه اخوان صراحه تحفه. يعني واحد من يطلع بالليل ويشوف حياه وناس شيء حلو، يعني بعيدا عن الضوضاء والبارات والملاهي والضوضاء الليليه، يعني هذا الاسواق احلى من الضوضاء بصراحة، من تطلع بيها ومزدحمة، يعني مو بهالصورة هاي لكن من تكون مزدحمة 100%. شوف قسم وقسم، مو الكل مفتوح مو الكل فاتح. يعني what time close this market؟ ما جاوبتنا ولا تفتهم انجليزي هاي الحجيه. هذا حتى حلاق موجود، احتمال انا زين هنا. شوف اكو حياه يعني موجوده، حياه موجوده. شوف هاي الشحاطات البلاستيك اخوان، با هذا كله تايلندي. لاحظ اخوان هذا مسعر، هذا ما مسعر، هذا 150. تحياتنا. شوف اخوان نص ونص. What time close this market؟ 20. 20؟ Yeah. 20. والله مصيبة هاي. شوف اخوان يعني اجينا لكن احنا قلنا نقدر نغطي الموجود، بعد اجينا وتعنينا.
موسيقى موسيقى. شوف حتى من البسطات اذا ما نفتح السوق كله مو حلو يعني، والزحمة مثل قبل ما شاء الله. سابقا صراحة سابقا كان هذا اسطورة مو سوق اخوان. شوف النشرات هاي جميل جميل جميل، الدخولية مالته كلش حلوة، بس شنو نقصة شغلة الناس قليلة اخوان. تحياتي طبعا، راح اشوفكم راح تضحكون، ذولا شباب هنا لابسين نفس زي النسائي، يعني للضحك ويسوون جو جميل للناس. تحياتي بقويا. نايس والله مضيف هذول ضحكونا صراحة. هاي مطاعم سوق الليلي يعني ما بقى شي ساعة. تحياتنا لكم يا اخوان، طبعا مشتاقين انتم للجولات الليلية. انا اعرف ليش انا تعنيت وصورت اليوم، طبعا اليوم سبت اللي هو 11/9/2021. ان شاء الله بكرة هننزل لكم هذا الفيديو الجميل. شوفكم بقايا بدأت ترجع، يعني شوف هسه هذا الاسبوع الجاي ما راح يكون هي هالترتيب، هذا راح يكون افضل. اكو حركة بس مو قوية. هاي وين كانت يابا؟ انا اسطورة اسطورة كانت كيف جاي يسوي اظافر ما اظافر، هذا حلاق حلاق نسائي ورجالي. الو How much cut? Cut hair how much? Me? Sorry. I made me hair you see? شوف هذا ضارب نفسه. بني اللعابات. شوف هذا اخوان هذا بار همين. والله عم يجين فاتحة يعني هاي مفتحة خطير. شوف فاتحة زين
والله عم المقاومين والمقاومين فاتحين عاش ديهم. شوف الجلشات هاي، خل اشوفكم اياها. هذا سبايدر مان ما ادري شو اسمه. هاي شوف اخوان الجلشات هاي، كانت مليانة ناس من جيت، يعني مليانة ناس واجانب مو شان. شوف اخوان هاي هنا، انا ماخذ الصورة انا قبل 4 سنوات. نلعب لكم شوية بالكاميرا. شوف هاي الجلسات. تحياتنا اخوان، باو هذا المكان انا ماخذ صورة بيه قبل 4 سنوات ضبط. تحياتنا وان شاء الله يرجع ينور من جديد. هذا كانت الناس تجي هنا ما تحصل مكان حتى تاخذ صورة بيه. الصورة اذا موجودة راح ارفقها بالفيديو. تحياتنا، جولتنا مستمرة احباب. شوفوا اخوان، والله والله هيك صار بيه. حرامات حرامات. شوف اخوان مال المطاعم. اجنبي ويا تايلندي اجا تقريبا ثلثين، بس شنو اكو ناس يعني مستاجرين وعايشين ورايحين للمحافظات يرجعون قريبا، يرجعون يفتح. هاي هنا انا سابقا انا اكلت هذا السي فود، سي فود معدل. هذا هذا همين طبعا المطاعم هاي اللي هنا كلش كلش طيبة، الطعام بيها كلش طيب. لان انا جيت واكلت وجربت من سنين. ها شوف الناس. هاي القعدات هنا، الجلسات بالنص، هاي جلسات حلوة. هذا جايب الكلب مالته بالجنطة. هاي الكلب شلون شايله؟ هذا قد مهتم بيه هذا. انا وين ما اشوف الكلب اطلع عليه. طمطم هاي باعتهم طمطم، راح تطمطم بيه هذا الطمطم. هاي عطور، عطور بي والله حلو معدلة نايس. هني 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 I want to make video this. هاي اوكي موبايلات، ما موبايلات طبعا. هاي انا موبايلي كل فترة طرب. هاي الحماية شغلته يفتح ان شاء الله، يفتح قريبا، يفتح قريبا تنتهي هاي الازمة التي حلت بنا يا اخوان. اخوان والى هنا وصلنا لنهاية هاي الجولة. اتمنى انه جولة بسيطة وعجبتكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله اخبار حلوة قريبة عن بانكوك تنزل ان شاء الله قريبا. تحياتي، اتمنى لكم ايام حلوة وان شاء الله الافتتاح قريبا، تسمعون اخبار حلوة عن تايلاند وعن بانكوك. شوفكم حلقات قادمة، اتمنى تدعمونا باللايك. انتم ما اعرف شو جاكم باخلين وياي باللايك. هذا كلام موجه للمينطن اللي مينطن لايك. تحياتي.